90 مليار كان كان بالقليل بالقليل 50 الف عائله هاي المخيمات طلعوهم من المخيمات كان هاي كلهم التجوم وعمروا هاي البيوت الخرب اللي بالايمن كان هاي 90 مليار لفت هاي الناس كلها لفتها يعني الناس كلها سكنت بهاي 90 مليار احسن ما الناس قاعده تتكح يوميا الدولة على بيت ايجار غرفه ايجار يعني حاله حال الشغل الناس زين هذا صار سنتين هذا الشارع حينه هذا الشارع صار له سنتين المقاول يوميا يشترون بينه برشا ويعوفونه يعني هاي متبهدلين مقطوع ارزاق الناس كلها من خلف هذا الشارع زين عباره بس يعملوا مجرة مجرة، مجرى مال وهذا المجرة مالماي ماي صار سنتين ضبط على المجرى زين بحي الشرطه نحن ومنطقه مضبوطه ومنطقه راقي وكويسي داخل مزيب الماتة الوصاخ القذارات زين فنحن ايش نريد؟ يكون ناس الله سبحانه وتعالى يسلطنا الناس على هاي المحافظ اليتيمي يكون ناس ترعاها وتتقي الله بيها للمحافظة المحافظة زين هاي المحافظة ما عندها ستة ميت امه وابوها ميتين والله صراحه يعني نحن يقولون تجي اموال للمدينه وتجي اموال وتجي تبرعات بس ما نشوف كل شيء انتاج بيها يعني شوارع محفره ال يعني بهاي كله اكثريته زيتينه مولات مستشفيات ماكو خدمات ماكو بالمستشفيات يعني اي مستشفى يروحون عليها روح آه اشتغلي دواء من خارج المستشفى خارج المستشفى إيه فقير ايش يعمل؟ لاكو وظائف لاكو آه فرص عمل للمواطن الموصلي مثل ما قلت انت الموصل القديمه والله نروح نشبع قهوه ونشوفها نحدد المشروع وبعدين يعني نجيب الاليه ايش يحتاج هذا المشروع مستشفى مثلا نقدم آه عمل مع المستشفى مركز صحي مركز صحي مركز صحي لحد الان ما وفروا داخل المدينه جابوا فلوس طلعوها للشمال عملوا بها للشمال صراحه يعني إيه هذه اللي عملونه الانتاج اللي عملونه على اساس باسم الموصل بس وين تبع الاقليم صارت ما اعرف هاي الامور احنا بس نسمع بيها وننقهر صح تسعين مليار راحت هنا 100 مليار رح. بس احنا يعني اللي, اللي نقدر نسوي شنو؟ يعني تعتقد الاليات اهم لو المستشفيات والجسور اهم؟ طبعا المستشفيات رقم واحد، المستشفيات مهمة بالنسبة للمجتمع، العالم هاي خطية ايه يروح على المستشفى ما يلقي له دواء ويكتب له الدكتور راشيته يروح ياخذها من خارج المستشفى، يعني بلا فايدة.